اختر هدية واكتشف موهبتك السرية. هل تعرف ما هي موهبتك السرية؟ شاهد معي هذه الصورة واختر علبة الهدايا المفضلة بالنسبة لك، ثم انزل إلى خانة التعليقات وسجل إجابتك هناك. هل اخترت الهدية رقم 1 أم الهدية رقم 2 أم الهدية رقم 3 أم الهدية رقم 4 أم الهدية رقم 5 أم الهدية رقم 6؟ تعال معي الآن لنعرف ماذا يعني اختيارك هذا. إذا كنت قد اخترت الهدية رقم 1 فأنت موهوب رياضي. الأشخاص الذين يختارون هذا الصندوق لديهم قوة الإرادة والمثابرة والإيمان بقوتهم ويضمنون النتائج الناجحة. إذا كنت قد اخترت صندوق الهدايا رقم 2 فأنت فنان. أولئك الذين يختارون هذا الصندوق هم الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الجمال وصنعه. لديهم شخصيات إبداعية وهم عرضة لتقلبات مزاجية متكررة ويمكنهم ملاحظة وتحليل أصغر التفاصيل. إذا كنت قد اخترت الهدية رقم 3 فأنت بطبيعتك طبيب. إذا اخترت هذا الخيار فأنت مؤهل كشخص يتمتع بذاكرة جيدة. أنت مصمم ويمكنك اتخاذ قرارات سريعة. إذا كنت قد اخترت صندوق الهدايا رقم 4 فأنت مؤلف. إن من يختار هذه الهدية هو الشخص الذي لا يقسم العالم بالأبيض والأسود. يمكن للأشخاص الصبورين فقط الذين يتمتعون بموهبة التحدث اختيار هذه الهدية. إذا كنت قد اخترت الهدية رقم 5 فأنت بطبعك باحث. تحب الأمور الجادة، لا تتسامح مع الأسرار وتفضل شرح كل شيء بشكل منطقي وحقيقي. أخيراً إذا اخترت الهدية رقم 6 فأنت بارع في الأمور النفسية. اختيار هذا الصندوق يتم من قبل الأشخاص الذين يعطون أكثر مما يتلقون ويمكنهم رؤية دوافع الناس، ولديهم حس معرفي لا يمكن لمعظم الناس الوصول إليه. هؤلاء الأشخاص لديهم حدس متطور للغاية ورغبة في النمو الروحي.